السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات قناة واد نون التعليمية. الفيديو رقم 3 في سلسلة فيديوهات تعرف حاسوبك. إذن سأتكلم اليوم عن أداة أحتاجها أحيانا أو غالبا، وهي كابتشير ديكرون، يعني تصوير الشاشة مثلا عندما نكون بصدد قراءة موضوع ما عبر الانترنت، أو نحتاج إلى تخزين صورة ما، نستعمل هذه الأداة وهي متاحة مجانا في كل حاسوب، يكفي فقط التعرف على طريقة استعماله، وهذا ما سأعرج على فعله إن شاء الله. إذن certains programmes comme on dit sont disponibles gratuitement à partir de Windows. Et là je vais parler de l'outil capture d'écran على بركة الله. إذن نفس الشيء دائما في هذه السلسلة أحتاج إلى إظهار نافذة، الولوج إلى نافذة إكزيكيتي. Et pour faire ça, toujours, je tape simultanément les deux boutons Windows R. إذن دائما أحتاج إلى إظهار هذه الصفحة أو الشاشة النافذة. عفوا. ولفعل ذلك كما تلاحظون أذهب إلى لوحة المفاتيح وأضغط بشكل متزامن على لي دو بوتون ويندوز R. لاحظوا معي الصورة وأحصل مباشرة على هذه النافذة. الآن بعد الولوج إلى النافذة، في الفيديو الأول قلنا للحصول أو استعمال لوحة المفاتيح الافتراضية أكتب هنا OSC للحصول أو استعمال أداة الآلة الحاسبة أكتب Calc. الآن للحصول أو للاستفادة من أداة كابتشير ليكرون، il suffit seulement d'écrire ce mot. Il est un peu long, mais ça va. Snipping tall. J'écris ici snipping tall. C'est-à-dire après l'apparition de la fenêtre exécutée, tu écris tout directement le mot snipping tall et tape le bouton OK. Regardez. J'écris ici le mot snipping tall et je tape OK. D'accord ? الأمر جد بسيط، أكتب هذه الكلمة هنا وأضغط OK. مباشرة تظهر النافذة أو الأداة. إذا لنطبق ما تعلمناه، appliquons ce que nous avons appris. C'est bien. Tout d'abord, je dois ouvrir la fenêtre exécutée Windows R. C'est bien. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Tall. إذن الأمر سيان كيف كتبت أو ماجيسكيل أو مينيسكيل سي با غون شو سي با غاف. إذن لاحظوا معي الأداة ظهرت لي. إذن هذه هي أداة كابتشير ديكرون، أوتيل كابتشير ديكرون. مثلا أريد أخذ صورة لهذه الشاشة، جو تاب نوفو صورة جديدة. لاحظوا معي أضع الأداة هنا وأقوم بتصوير الشاشة أو جانب من الشاشة الذي أريد، ثم أخزنه في ملف ما في حاسوبي. لاحظوا أضع أنغوجيستري سي تري سامبل. إذن للتذكير هذه فقط طريقة مباشرة للحصول على الأداة كابتشير ديكرون، لأن هناك طرق أخرى. كيف ذلك؟ مثلا محرك البحث
مايكروسوفت ايدج يتيح هذه الإمكانية بسهولة كذلك. لاحظوا معي، إذا عند فتح صفحة محرك البحث مايكروسوفت ايدج أذهب إلى الإعدادات، لاحظوا معي هنا، إذا ها هي هنا كابتشر ويب. عندما أكون مثلا بصدد فتح صفحة ما على الإنترنت أحتاج أحيانا لتصوير الشاشة، ها أذهب مباشرة إلى هذه النافذة وأضغط عليها، أو مباشرة أضغط على كنترول ماجيسكيل بلس إس سيمولتانيمون توجور، يعني في نفس الوقت دائما، وأحصل على ذلك. لاحظ إذا كنت أريد تصوير جزء من الشاشة، ها هنا مثلا أو هنا أو هنا بورت أو هذا جزء من الشاشة، أضغط على كابتشر زون دو كابتشر، يعني أو على الشاشة على صفحة كاملة كابتشر دو لا باج ويب كومبليت. مثلا لاحظ إذا هكا، وهنا بالنسبة لمايكروسوفت ايدج يتيح لي كذلك إمكانية كتابة أو مسح شيء ما على الصفحة قبل تخزينها. إذا هاي انغوجيستري كوبي بارتاجي افاسي ديسيني، مثلا بغيت نعلم هذا الجزء من الصورة، مثلا بغيت نمسح شي حاجة، هي لاغوم هي المساحة، بغيت نشاركها مع شي صديق او كذا، او اذا بغيت ننسخها بغيت نبارطاج. اذا هذه مجموعة من الامور في هذه الاداة عندما افتحها عن طريق محرك البحث مايكروسوفت ايدج، وهو امر رائع كذلك. اذا لكي لا اطيل عليكم، الامر جد بسيط كما قلنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.